اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا وغادي نشرحوا الدرس ديال لاباغي ريسبيراتوار، اي الجهاز التنفسي، يعني جميع المعلومات عليه. كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم، بقاو معايا حتى الاخر. كيحتوي الجهاز التنفسي على جزئين اساسيين اللي هما لي فوا ايريني ولا برونشيم بلمونير. وعندنا في الجسم ديالنا جوج ديال الريات، لو بومون دووا ولو بومون غوش. بالنسبه للجهاز التنفسي فكيتكون من عده عناصر اللي كتخدم مع بعضياتها باش كيعطيونا لاباغاي ريسبيراتوار. اول حاجه البلعوم، الحنجره، القصبات الهوائيه والقصيبات، حويصلات الهوائيه، ورئتين، والغشاء. ولي برونشي هي القناه اللي كتنقل لنا الهواء الغني بالاكسجين من خارج الجسم الى الرئتين والقصبات الهوائيه. وعندنا بزاف ديال الانواع ديال القصبات الهوائيه، كاين العلويه والاماميه والخلفيه والوسطى والسفليه. هي القنوات الهوائيه اللي كيمر منها الهواء ومن لينارين ولي برونشي باش كيوصل للرئتين. تكون من الحويصلات الهوائيه اللي كتعتبر الوحدات الوظيفيه للرئه، لزالفيولي. وبالنسبه للتجويف ديال الانف والجيوب الانفيه، يعني لي فوسي نازال اي لي سينوس، فكاين فيهم بزاف د الانواع. كاينين لي سينوس فارونتال، لي سينوس نازال، ولي سينوس ماكسيلير. كيتم تغطيه تاع تجويف الانف بواسطه غشاء مخاطي. هاد الغشاء المخاطي كيحتوي على الشعر اللي يعني الشعر اللي كيكون في الانف اللي كيقوم بتصفيه الغبار، والغدد المخاطيه لترطيب الهواء، والخلايا الشميه اللي كتستخدم باش كنعرفوا الرائحه. كتجمع لينا مجموعه من الانسجه الرئويه وكتكون لينا كيس من الحويصلات الهوائيه، لو ساك الفيولير، اللي كتجمع على شكل كتله. وبالنسبه لا فيزيولوجي دو لا ريسبيراسيون، فالتنفس هو عباره عن اليه تتكون من لاسبيراسيون ديال او 2 يعني الاكسجين، كنأسبيريو الاكسجين، ولا اكسبيراسيون يعني الزفير ديال سي او 2 يعني ديال ثاني اكسيد الكربون، مما يؤدي الى تغير في الغاز. بالنسبه للغشاء الرئوي فهو كيحتوي على جوج ديال الورقتين، حيت كيكون رقيق بزاف، لا في فيزيكيغال ولا في باريتال. وهاد الورقتين كيمكن انهم يحتويو على سائل اللي يمكن انه يكون دموي او قيح او مصل، وفي هاد الحاله كتسمى لا بلوريزي، او كيحتوي على هواء، وفي هاد الحاله كيتسمى بنومو توراكس. وبالنسبه لويل بيلمونير كيتكون من القصبات الجذعيه وجوج الاورده الرئويه، وكيقع يعني كيوقع المكان ديالو بالقرب من الحافه الخلفيه للرئه، وكيكون الشكل ديالو شكل بيضاوي. هذا هو الدرس ديال لاباغاي ريسبيراتوار، الجهاز التنفسي، وهادو هما المعلومات العامه اللي خاصكم انكم تعرفوها. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ان الشرح يكون كيفيدكم. وبالنسبه غنعاود نجاوب على واحد التساؤل اللي بزاف الناس كيحسب لهم باللي انا كيكونوا عندي الدروس ملخصين، لا البنات لا الاولاد، يعني راه كيسولوني بنات ولاد، فالدروس عندي راه ما ملخصينش، الدروس عندي طوال، ولكن باش كندير لكم واحد لا فيديو كنحاول لو ماكسيموم انني نلخص الدرس وناخذ منه غير الحوايج اللي مهمين واساسيين، وكنستعن بزاف الحوايج وبزاف يعني البحوث باش كنخرج لكم بالدرس، باش هكا انني كنحاول انني نبسطو. وبالنسبه للدروس انا حتى انا قاريهم بالفرنسيه، ولكن كنشرحهم لكم بالعربيه باش يوصلكم الدرس، حيت كتلقاو دي بروف اصلا كيشرحوا بالفرنسيه والدرس ما كيوصلش للمفهوم ديالو. داكشي علاش انا كنشرح لكم بالعربيه وكنحاول نوصل لكم الدرس يعني بلو ماكسيموم بالجهد ديالي انني نوصلو لكم. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من هاد لي فيديو،
وما تنسوش لعجبكم لا فيديو تخليوا لي لي لايك. وبالنسبه للناس الجداد ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش كيبقى يوصلكم ديما الجديد. وكيف العاده مرحبا باي تساؤل او اقتراح. وغادي نعاود نقول لكم بالنسبه للناس اللي كيطلبوا مني انهم فين غيتواصلوا معايا، فانا ديما في صندوق الوصف كنخلي لكم الانستغرام والفيسبوك، يعني مرحبا بكم. وراه ملي كنشوف الميساج راني كنجاوب على لا ميساج، كنحاول انني يعني نفيدكم بداكشي اللي كنعرف وبالتجربه ديالي ولو انها صغيره. كاينين الناس عندهم اكسبيريونس اكثر مني، حتى انا مازال كنتعلم وكنزيد نتعلم، ولكن كنحاول نتقاسم معكم داكشي اللي انا كنعرفه. فإلا ما جاوبتش على شي ميساج فغير كنكون ما شفتوش، ولكن اون فوا كنشوف لا ميساج فراه كنجاوب في البلاصه. ما نطولش عليكم اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.